مرحبا جميعا، يعطيكم العافية جاسر مصطفى ونومور وجي توكس، وخلينا نعرف أكثر. أعرف أكثر من مين، بس خلينا نعرف. هلا شو قرأت خبر هيك بحكي لك إنه ترامب كثير مبسوط إنه قربت أمريكا تعلن موعد ظهور علاج فيروس كورونا. بيقول لك كشف نائب الرئيس الأمريكي عن الموعد المتوقع لظهور هذا العلاج. متى بحكي لك إما هذا الصيف أو هذا الخريف، ويمكن ما يكون متوفر لا بنهاية هذا العام ولا في بداية العام الجديد. أبدعتي، تمام، لهون الأمور 100% إنه الجماعة عم بيشتغلوا على الموضوع وإن شاء الله يطلع العلاج. في الصين مكيفين إنه بلشت الحالات اللي عم تصاب أو انتشار هذا الفيروس يخف. في إيطاليا عم تطلع حالات جديدة وعم بيكون في مصابين. في قطر عم تطلع حالات جديدة. في الأردن، قبل الأردن، استنى الأردن خلي على الآخر. في مصر عم تطلع حالات. في الإمارات، في السعودية، في كوريا، في إيران، في كل مكان، في كل مكان، يعني الكوكب كله ماكل روح الخل من فيروس كورونا. شو بيجي عليك مدير أمير حمزة؟ الله يهدي بالك. بيقول لك لا، هاي لازم أقرأ قراءة عشان إيش؟ عشان ما نضيع حق الزلمة في هذا السبق الصحفي. عاجل، مدير مستشفى الأمير حمزة يعلن استيراد علاج لفيروس الكورونا وهو في طريقه للأردن. إيه ولك، والله على رأسي، الأردن سباق معلم، كل الدول بتدور على العلاج بس الأردن طلب العلاج وهي في طريقه للأردن. أنا ما بعرف مين اللي في طريقه للأردن، هو مدير المستشفى ولا الكورونا نفسه اللي في طريقه للأردن ولا العلاج هو اللي في طريقه للأردن، بس بقول لك إنه الزلمة عارف شو بقول لك العلاج في طريقه للأردن. هلا هو بس كم سؤال، شو هو العلاج أصلا ومن وين أنت أصلا جبته وقد ايه بده عمل ما يوصل الأردن؟ الله يخلينا اياك جاوبنا على هالأسئلة. والعلاج هذا اصلا شو بيعمل يعني؟ جاوبنا هاي الأسئلة، خلينا نعرف شو مالك، ايش بيوجعك معلم. المهم ما علينا، اللي بدي احكي لك اياه هو ديسكريبشن كثير سريع لحتى انك بس تقدر تتعامل مع هذا الموضوع لحد ما يبين خيره. ما فيش فيه خير هو بس يبين كيف ممكن انه احنا نتخلص منه. هلا اللي بدي احكي لك اياه شويه معلومات هي من اليونيسف، بيحكي لك انه الفيروس هذا الكورونا هو يعتبر من الفيروسات الكبيره، وبس عشان تكون عارف هو بيضل على الاسطح المعدنيه لمده 12 ساعه وبيضل على الملابس لمده 9 ساعات. هذول اي ثينك اخطر مكانين انت ممكن تلاقي فيهم او ممكن انك انه الواحد يتاثر فيهم من الفيروس، ف حاول انك لا تلمس الاسطح المعدنيه، واذا لمست الاسطح المعدنيه فخلي معاك مطهر للايدين اهم اشي، وطهر ايديك وغسلهم دائما. وبالنسبه للملابس فلازم غسلهم بطريقه جيده ومطهرات عامه لحتى انك انت تتفادى انك انت لا سمح الله تصاب بهذا الفيروس. هلا غير غسل الملابس، تعريض الملابس للشمس، للأسف إحنا في دولة قطر مش كثير عندنا أبيليتي إنه نعرض الملابس للشمس، بس تعريض الملابس للشمس لمدة ساعتين كفيل بقتل هذا الفيروس. وكمان إذا ما بدنا نحط الأسطح المعدنية في الموضوع، وإذا ما بدنا نحط الملابس في الموضوع، فهو على الإيدين هذا الفيروس بيعيش لمدة 10 دقائق. فأنت حاول إنه أنت في حالة العطس أو الزكام أو لمس الأسطح أو whatever إنك أنت تغسل إيديك مباشرة لحتى إنك أنت تخلص من هذا الموضوع. هلا شو بحكي لك؟ بحكي لك انه هذا الفيروس ما بيعيش في المناطق الحارة، الحمد لله انه قطر كثير حارة، وبحكي لك حالة تعرضه لدرجة حرارة بين 26 27 مئوية فهو بيقتله. احنا اليوم درجة الحرارة عندنا في دولة قطر 25، ان شاء الله تشد اول مرة بندعي انه الحرارة ترتفع في دولة قطر. المهم كمان بينصح انك انت تشرب مشروبات ساخنة او تشرب المية الدافية، تبعد عن المشروبات الباردة، وتحاول تبعد شوي الفترة هاي عن المثلجات او الايس كريم او البوظة او وات ايفر بتسميها في بلدك، علشان انك انت تقي شوي من يعني امكانية انه انت تتعرض لهذا الموضوع لا سمح الله. هدول هيك نصائح صغيرة حبيت ان احطهم بهذا الفيديو هيك على السريع عشان ما يكون كثير طويل عليكم. لهم بحكيكم شكرا لكم، يعطيكم الف عافية، ياريت لو نعمل شير لهيدي الفيديوز
فيه، يا ريت لو نعمل شير لهذه الفيديوز لحتى توصل، لانه كثير ضروري التوعية بهذا الموضوع. راح اعمل فيديوز ثانية الاعراض والوقاية من هذا الفيروس. ولهون بوصل لاخر الفيديو، بحكي لكم بالسلامة، وان شاء الله اي حدا مصاب او اي ناس اصيبت بهذا الفيروس انها تكون سالمة غانمة وانها تشفى من هذا المرض، وان شاء الله الله يعافي الكل وما حد يصاب بهذا المرض. شكرا لكم، يعطيكم العافية، واشوفكم فيديو جديد.